يسعد لي مساكم مشاهدينا، ويا اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج مساء الامارات، ومسي على زميلي ياسين. شحالك؟ مرحبا عبير، مساء الله بالخير ومساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من مساء الامارات. وكالعاده مواضيع منوعه، خلونا نعرف شو عنا اليوم. التبرع بالاعضاء بعد الوفاه يعيد الامل بالحياه الى الكثيرين. الأزمة الروسية الأوكرانية تشعل أسعار السلع في العالم. قانون إعصار الأفراد وإفلاس الشركات يحمي الأفراد والاقتصاد. نبدأ وياكم بالأخبار المحلية، حيث بحث صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا اليوم علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، إضافة إلى مجمل القضايا والموضوعات الإقليمية والعالمية هي محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان معالي رئيس الوزراء البريطاني في قصر الشاطي في أبوظبي. وناقش سموه رئيس الوزراء البريطاني استقرار أسواق الطاقة العالمية، وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذا السياق دعوة دولة الإمارات إلى ضرورة اللجوء إلى السبل السلمية والدبلوماسية لتسوية مختلف النزاعات والخلافات والملفات بين الدول. نتحدث عن هذه الزيارة ونعرف تفاصيل أكثر مع علاء الدين حافظ رئيس القسم السياسي في صحيفة الرؤية. مساء الخير وحياك الله في مساء الإمارات. أهلا، مساء الخير بك أستاذ ياسين. أهلا وسهلا. في البداية شو اللي يحمله جونسون في هذه الزيارة إلى الإمارات والمنطقة، وشو اللي يريده بالضبط؟ أولا خلينا بس نتكلم أن الزيارة بتاعت بوريس جونسون النهاردة إلى الإمارات هي زيارة غير مجدولة. يعني ايه مجدولة؟ يعني هي زيارة غير معلن عنها سابقا. اعتقد ان التطورات اللي شهدها العالم وشهدتها في المنطقة خلال الفترة خلال البداية من 24 نوفمبر من 24 فبراير الجاري فبراير الماضي خلت في حركة دبلوماسية نشطة على مستوى العالم. الحركة وفي القلب منها منطقة الخليج العربي وتحديدا الامارات. ليه الامارات تحديدا؟ من بداية مارس حتى نهاية مارس الإمارات تترأس مجلس الأمن باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن، تمثل منطقة الخليج وتمثل المنطقة العربية. بالتزامن مع ترأس الإمارات لرئاسة مجلس الأمن هناك في تصعيد عسكري في روسي أوكراني. التصعيد العسكري الروسي أوكراني يمتد تأثيره ليس على منطقة أوروبا فقط، ولكن تأثيره يمتد على مستوى العالم أجمع. نعم. خاصة زي ما حضرتك أشرت النهاردة إن في حالة تضخم غير مسبوقة تعاني منها كل دول العالم. فعلا. انعكست على زيادة الأسعار، انعكست على ارتفاع أسعار المحروقات بصورة قياسية والطاقة بصورة تفوق قدرات المواطن في بعض الدول. وبالتالي من هنا كان بدأ العالم يتحرك في سبيل احتواء هذا التصعيد. نعم. بوريس جونسون النهارده في الزياره بتاعته للامارات هو اعتقد ان هو جاي باكثر من رساله. الرساله الاولى هو بيستكمل الجهود الدبلوماسيه في محاوله لوجود مخرج من الازمه الراهنه. الامارات بحكم علاقاتها المتشعبه مع كل دول العالم، الامارات بحكم سياستها المتمثله في عدم الانحياز، الامارات بحكم علاقاتها الوثيقه مع الدول الفاعله على المستوى الدولي. فمن هنا بوريس جونسون بحث مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهارده في ابو ظبي ازاي ان العالم كله يخرج من المازق الراهن. احنا عندنا مازق عسكري وعندنا مازق يتعلق بالاقتصاد. المازق العسكري بيتمثل في ان احنا النهارده بدا العالم كله مش مجرد الحديث عن توقف الحرب الاوكرانيه الروسيه، لا، الخوف من تفاقم الاوضاع وتتوسع هذه الحرب وتشمل دول اخرى. فازاي يحصل تطويق للازمه بحيث انها يقتصر دورها على الـ على الـ على الحدود الاوكرانيه، ثم يتم البحث في الاجراءات الدبلوماسيه في انهاء الازمه. نعمل ذلك. الجزء الثاني يتعلق بالاقتصاد. انت عندك النهارده اسعار الطاقه هي المحرك الرئيسي لكل الاسعار على مستوى العالم. اكيد. النهارده وجدنا في للمره الاولى من فترات طويله في صور بتبين قد ايه
الطوابير موجودة في دول في أوروبا، قد إيه طوابير موجودة على محطات البترول في أمريكا، هنا في مؤشر خطر. طبعا قبل الزيارة بتاعت بوريس جونسون خلينا نكون صراحاء، كان في بعض المعلومات اللي بتقول إن في فجوة في وجهات النظر بين الدول الغربية وبين أوبك. وأوبك زي ما حضرتك عارف والسادة المشاهدين عارفين هي المنظمة المعنية بتنظيم إدارة أحوال الدول المصدرة للنفط. أولا أوبك بتلتزم بقواعد، والإمارات عضو فاعل في منظمة أوبك، وبالتالي الإمارات هي ملتزمة بكل ما يتم الاتفاق عليه في أوبك. أوبك من حوالي يمكن حوالي تقريبا سنة أو سنة ونص كان في اتفاقية تتعلق بالدول المصدرة للنفط، وتحديدا كانت في ذروة كورونا، إن الدول دي ملتزمة بإنتاج، وتحديدا يعني على سبيل المثال الإمارات ملتزمة بإنتاج ما يعادل 3 مليون برميل نفط يوميا. فأنا النهارده لما حصلت الأزمة بتاعت أوكرانيا بدأت الدول الغربية تطالب الدول الخليج وتحديدا الإمارات والسعودية إنها تبدأ تزود إنتاجها في إنتاجنا. تمام؟ من هنا حصلت الفجوة في وجهات النظر ما بين دول السعودية الإمارات والسعودية إن هم ملتزمين باتفاقات دولية، وما بين رغبة غربية في زيادة إنتاج النفط. فأصبح صراع الحين يعني. لا بص، خلينا مش عايزين نقول صراع، لان هو ايه، هو زي ما انا وصفته هو اختلاف في وجهات النظر. نعم. وده اختلاف على فكره امر وارد جدا في الامور السياسيه، اكيد في الامور السياسيه وخاصه في الحروب وارد هذا الشيء، وخاصه في اوقات الحروب. وبالتالي انا كدوله زي الامارات انا ما ينفعش اخذ قرار انفرادي واقول ان انا النهارده هطلع ازود انتاج النفط، لا، ما هو انا في قواعد وفي منظمه دوليه انا محتكم ليها. اكيد. دي ابرز مسج انا في تصوري من زياره بوريس جونسون النهارده، ان هو بيحاول يجد حلول طبعا بالتنسيق مع الامارات فيما يتعلق بالاوضاع الراهنه، سواء الاوضاع الاقتصاديه او الاوضاع العسكريه. طيب استاذ علاء، يعني كيف، شو اهميه التنسيق بين دولتين بحجم الامارات وبريطانيا بخصوص استقرار اسواق الطاقه؟ هو طبعا ما في شك ان التنسيق مهم جدا المرحله اللي احنا فيها دي، الجهود الدبلوماسيه تعلو اصوات البنادق، لان احنا العالم كله في مرحله خطيره، مش منطقه اوروبا بس. صحيح. وبالتالي انا اعتقد ان هو الجهود الدبلوماسيه ان شاء الله هتثمر عن وجود مخرج للازمه الحاليه. الامارات زي ما انا اشرت من شويه ان الامارات تترأس مجلس الامن، الامارات عضو فاعل في منظمه اوبك، الامارات دوله ليها ثقل على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي فعلا، بحكم الدبلوماسيه وبحكم المكانه الاقتصاديه اللي تحتلها الامارات خلال السنين الاخيره. وبالتالي الامارات بالتشارك مع كل الدول الفاعله سواء اوروبيا او اقليميا بيحاولوا يجدوا تسويه للازمه، ومجرد وجود تسويه للازمه العسكريه هيتبعها حتميه، هيتبعها تسويه للازمه او الوصول لحلول الازمات الاقتصاديه. النهارده احنا بنتكلم النفط على سبيل المثال، النهارده سعره النهارده نازل سعر النفط حوالي 2 او 3 دولار. صحيح. يعني النهارده 97 او اعتقد 96 النفط، ده بيخفف من وضع التضخم على مستوى العالم. اكيد صحيح. زين استاذ، يعني تحدثنا عن اوبك، هل ممكن اليوم اوبك انها توجد بديل للنفط الروسي او انها تصدر عن طريق بلدان بديله للنفط بدل روسيا؟ هو بص، خلينا نتكلم بواقعيه. النهارده علشان اوجد بديل لدوله زي روسيا، طبعا دوله روسيا على مستوى الطاقه، على مستوى الطاقه عالميا هي دوله عظمى. يعني انا بتكلم عن روسيا بتنتج حوالي 10.5 مليون برميل نفط يوميا. فعلا. روسيا بتتصدر العالم في انتاج الغاز. يعني الطاقه طبعا نفط وغاز، بتتصدر العالم في انتاج الغاز. يعني روسيا دوله لا يستهان بها على مستوى العالم في الطاقه. انا النهارده علشان اوجد بديل لروسيا انا قدامي خيارين، يا اما الجا للطاقه المتجدده المتمثله في الرياح وطاقه الشمس وطاقه المياه، أو ألجأ للبديل الآخر وهو الطاقة النووية.
طيب انا قدام خيارين احلاهم مر، بمعنى لو لجأت للطاقه النوويه انا عندي اشكاليه تتمثل في التغيرات المناخيه فعلا. والتغيرات المناخيه العالم كله على مدار العشر سنين اللي فاتت استشعر خطوره التغيرات المناخيه، بدات تحصل كوارث طبيعيه نتيجه التغيرات المناخيه. صحيح. وبدا يطلع قرارات من دول زي دول الاتحاد الاوروبي وعلى سبيل المانيا انها تبدا تتخلص من محطات الطاقه النوويه. والمانيا كانت وضعت استراتيجيه من حوالي 3 سنين انه بنهايه 2022 هتتخلص من كل المحطات النوويه. المانيا عندها 8 محطات نوويه، بالفعل تم توقف عمل 5 محطات، يتبقى 3 محطات لنهايه 2022. فاذا سيناريو اللجوء للطاقه النوويه قد يكون حل مؤقت ولكنه باهظ الثمن. وبالنسبه للطاقه المتجدده تتطلب تكنولوجيا فائقه الحداثه وتتطلب امكانيات ماديه اعتقد ان هي اكبر من قدرات الدول، خاصه ان الدول الاقتصاد العالمي خارج من ازمه كورونا. فانا خرجت من ازمه كورونا ولسه الاقتصاد العالمي يا دوب بدا يتعافى، وجدت نفسي في ازمه اخرى وهي الحرب الاوكرانيه. فاذا السيناريو الاول المتعلق بالطاقه المتجدده والسيناريو الاخر المتعلق بالطاقه النوويه هي حلول ليست انيه وليست في الاستطاعه حاليا. انا علشان ابدا افكر ان انا يعني الاتحاد الاوروبي حاليا بدا كل هاجس الاتحاد الاوروبي بيستورد حوالي 48% من الطاقه بتاعته من روسيا. ده الهاجس الحالي قدام الاتحاد الاوروبي انه ازاي يبدا يتحرر من الطاقه الروسيه باذن الله. انا علشان اتحرر من الطاقه الروسيه النهارده لازم زي ما حضرتك قلت قدامي مسارين، بس كلا المسارين بيحتاجوا وقت. صحيح. على المدى الطويل انا اعتقد ان اوروبا لازم تتحرر من الطاقه الروسيه، لان الصراعات الموجوده حاليا الصراعات يعني الازمه الاوكرانيه البدايه وليست النهايه. أكيد. خلال السنوات القادمه هيبقى فيها اشكال ثانيه للصراعات السياسيه، لازم اوروبا بشكل او باخر تبدا تتحرر شويه من الطاقه من مصادر الطاقه الروسيه باذن الله. لكن في الوقت الحالي اعتقد انه صعب ان العالم يستغنى عن الطاقه الروسيه، صعب. نعم. الضيف الاستاذ علاء الدين حافظ رئيس القسم السياسي في صحيفه الرؤيه، نشكرك كل الشكر على المداخله الهاتفيه وعلى المعلومات اللي قدمتها لنا. شكرا جزيلا استاذ. شكرا لك. يعني فعلا وقت الازمات تتاثر دول العالم كلها. أكيد. مش فقط. أكيد. وهذا اللي قاعدين نشهده يعني العالم كله. نتمنى نحن نوصل لحل ويعم السلام ان شاء الله بين كل الدول، يعني ما في حد يتمنى ان وجود حرب باذن الله، سواء لدول بعيده او قريبه. اكيد. وفادي الزياره باذن الله بيكون في نتائج مبشره باذن الله. احنا على ثقه بقيادتنا الرشيده باذن الله. أكيد. نروح إلى موضوع آخر مشاهدينا. في ظل حرص الجهات الحكومية على تنمية الثروة الحيوانية وكونها تمثل أولوية استراتيجية، اتساءل عدد من المهتمين عن ماهية البوابة الإلكترونية الرقمية للمستحضرات البيطرية إيفيت جيت، وكذلك الخدمات اللي توفرها للمعنيين. أكيد ياسين. وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة فأن إيفيت جيت تعتبر منصة رقمية شاملة لكافة المستحضرات الخاصة بهذا المجال، واللي تأتي ضمن حرص الوزارة على توفير كافة جميع المستحضرات الطبية البيطرية بطرق آمنة. زين، خلونا نعرف أكثر عن البوابة الإلكترونية الرقمية للمستحضرات البيطرية مع الأستاذة مجد محمد الحرباوي، مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية. حياك الله. الله يحييك أخي ياسين. يا مرحبا. أهلا مساكم الله بالخير جميعا. مساك الله بالنور. أهلا بيك أخي ياسين. أهلا وسهلا. مساكم الله بالخير جميعا ومستمعينا. أهلا وسهلا. ببتدي وياكم بنعرف الثروة الحيوانية لدولة الإمارات تعتبر جزء من الإرث الحضاري للدولة وعنصر مهم في الاقتصاد والأمن الغذائي، حيث تمثل تنمية الثروة الحيوانية أحد الأولويات اللي تدرجها الوزارة ضمن توجهها الاستراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي. لذا تعمل الوزارة في المحافظة على هذه الثروة واستدامتها والحد من انتشار الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، بما في ذلك الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وطبعاً من خلال منظومة تشريعية متكاملة
تشمل تنظيم مزاولة مهلك الطب البيطري والحجم البيطري، الرزق بالحيوان، والوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية والسلامة الغذائية. كذلك من ضمنها أيضا تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ومكافحتها ومكافحة الإتجار غير المشروع بالأنواع البرية وتنظيم تداول مستحضرات البنبرية البيطرية السورية واستخدامها. نعم. قامت الوزارة بمجموعة من تقديم مجموعة من الخدمات البيطرية المجانية لمربي الحيوان الحيوانية من خلال العيادات البيطرية التابعة لها على مستوى الدولة، تشمل خدمات العلاج، التحصين، الإرشاد على مدار العام. كذلك قامت بتطوير عدة منصات لدعم مربي الثروة الحيوانية، منها التطبيق الذكي الإرشادي لمزارعنا اللي يوفر حزمة متكاملة من المعلومات الإرشادية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، والمولود الجديد وهو عبارة عن بوابة الإلكترونية للمستحضرات البيطرية اللي حابين اليوم نتكلم وياكم عنها. تفضل. طيب أستاذة مجدي، يعني لو توضحين لنا ما هي البوابة الإلكترونية الرقمية خصوصا للمستحضرات البيطرية؟ تمام. البوابة الرقمية الإلكترونية الرقمية هي عبارة عن تطبيق متوفر، التطبيق على موقع الخارج الوزارة وهو الإلكتروني، وكذلك اللي عنا على الأبليكيشن الرقمي، واللي يتيح للإطلاع المباشر للمتعاملين والمهتمين في هذا المجال سواء كانوا أطباء بيطريين أو مربي ثروة حيوانية، يطلعون على حزمة متكاملة من المعلومات المتعلقة بالمستحضرات البيطرية المسجلة، أشدد على كلمة المسجلة، في الدولة. اللي يمكنهم أيضا ذلك من إدارة المثلة لمشاريع الإنتاج الحيواني ورفع مساهمتهم في الإنتاج المحلي وتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي والحيواني في الدولة. إذن هل التسجيل بها يعتبر إلزامي لمربي الحيوانات وأيضا الأطباء البيطريين، وشو بتتضمن من معلومات؟ نعم، البوابة الإلكترونية هي تمتاز ببساطتها وبساطة تصميمها وسهولة حتى الوصول إليها من خلال المربي الثروة الحيوانية أو المختصين من الأطباء وغيرهم. هي ما تتطلب أي تسجيل، هي فقط إذا في أبليكيشن بيسوي داونلود اللي هنا الأبليكيشن للوزارة بيكون موجود عليها، أو يدخل على موقعنا الخارجي mocaemok.gov.ae، وهناك بتطلع له اللي عندنا بيطلع له رابط بيدخل على طول بتدخل على البوابة. من يفتح البوابة بتطلع المستحضرات البيطرية، اللون الأخضر بيعطي إن هالمستحضرات البيطرية اللي مسجلة، يقدر يسوي سيرش عليها على الموقع، يسوي سيرش إما بالمادة الفعالة أو يسوي سيرش بالاسم العلمي أو بيشوف صور، وفيها لنا عدة معلومات إذا حبيت أشرح لكم عن المعلومات أكمل إذا تفضلي. تشمل دام فوقس، تشمل طبعا مثل ما أكدت إنها كافة المستحضرات المسجلة للدولة، يحتوي فيها الاسم التجاري للمستحضر، في أيقونات موجودة، الشكل الصيدلاني، شو نوع، هل حبوب، هل هو مثلا اللي عندنا محلول، هل هو سيرب سامثينج، كذلك شو الحيوانات المستهدفة لهذا المستحضر، الجرعات، فترة الأمان، الشبكة المصنعة، وكذلك الوكيل المحلي في الدولة. بالإضافة إلى وجود بعد نسخة من الملصق أو النشرة الداخلية ثلاثة اللي هو يتم تحديثه أول بأول بحسب الشركة المصنعة والوكيل المحلي في الدولة. نعم. إنزين، هل التجاوزات اللي بتكون ناتجة عن ممارسات خاطئة في أول عملية تداول المستحضرات في عملية تداول مستحضرات بيطرية؟ السؤال لو سمحت مرة ثانية. يعني شو هي التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخاطئة في أثناء عملية تداول المستحضرات البيطرية؟ مثلا احنا لما اطلقنا البوابه، هذا طبعا بيكون استكمال لدور الوزاره في ضمان التطبيق السليم للقانون الاتحادي رقم 9 لسنه 2017 بشان المستحضرات البيطريه، واللي ينظم عمليه تداول المستحضرات وطرق وضوابط الرقابه عليها للحد من التجاوزات عن الممارسات الخاطئه في عمليات التداول. مثلا ان الواحد يبيع او يعرض او يكون في حوزته او يصنع أو يركب مستحضر بيطري مغشوش أو فاسد أو متهور الصلاحية أو مخالف مثلا البيانات اللي موجودة على العبوة، مخالفة لما هو أصلا داخل المنتج اللي احنا نقدر نطلع من خلال اللي عندنا التحاليل المخبرية، أو أنه مثلا هو يتداول منتج مقلد، الصورة نفسها، الشكل الصيدلاني نفسه ولكن المنتج مقلد. طبعا هاي البوابة بالطريقة بعرضها للمستحضرات المسجلة والمعتمدة لدى الوزارة، فبتخليني أميز أنا كمستهلك أو كطبيب أن بين المقلد وما بين اللي هو المعروف في السوق أو الأساس المسجل. يعني هل تقدرون تحددون المصادر الموثوقة اللي يمكن شراء المستحضرات البيطرية منها؟ نعم، المصادر الموثوقة من خلال مثل ما قلنا أن حاطين اسم الوكيل على البوابة وعلى الدواء،
هالدواء وكيلة ومعتمد كذا. فإذا حب المستهلك أو حب مثلا أي حد أن يستفسر عن الوكيل يقدر يتصل بهالمستودع يتأكد منهم ويتأكد وين منافذ البيع اللي باع فيه الدواء. جميل. إذن كيف يمكن أن المربي أو الطبيب البيطري أن يطلع على المستحضرات الآمنة ويقدر يفرق بينها؟ هاي هي، هو بيدخل على البوابة بيشوف المستحضرات اللي هي البيطرية المسجلة، أكيد طبعا بياخذها، بيشوف رقم مثل ما قلنا، فيه لفلت، فيه صورة، فيه مرجعية للشخص، فيه مرجعية بعد للمستحضر، يقدر يتواصل مع المستودع، يتواصل حتى لو مع الوزارة إذا حب، لأن هاي هي مسجلة. قبل كانت هي على شكل رابط، وهالرابط يدخل يقعد يدور على الاسم ويدور على الصنف، لا الحين فيه صورة، في ايكون لكل دواء، في ايكون معين. جميل. وها اللي عنده الصوره موجوده وتطلع لكل شيء، اذا بعض ضغط مزيد من البحث يطلع للمعلومات كامله بالاسم العلمي، باسم المورد، باسم الوكيل المحلي، يقدر يتواصل وياه ويتاكد منه مثل ما سبق وقلت، ويتاكد من توزيعه في منافذ البيع في الدوله. جميل. كل الشكر لك استاذه مجد وقواكم الله. يعني فعلا الثروه الحيوانيه اساس مهم لدوله الامارات العربيه المتحده، واطلاق نفس هذه المنصات الرقميه بيعزز اكيد من استدامه هذه الثروه الحيوانيه. شكرا جزيلا. كل الشكر لك. شكرا. نروح الى موضوع اخر، الى اكسبو تحديدا 2020 دبي. احتفل مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بيوم الشرف الخاص في اكسبو 2020 دبي، وهذا بحضور الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه نايف فلاح مبارك الحجرف. التفاصيل في هذا التقرير. احتفل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيوم الشرف الخاص به في إكسبو 2020 دبي، وذلك يوم الأربعاء 16 مارس، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف. ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، وبالأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي. وبدأ الاحتفال بمراسم رفع علمي دولة الإمارات العربية المتحدة وعلم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على منصة الأمم في ساحة الوصل، وإلقاء كلمات بهذه المناسبة. يسرني ويشرفني في هذه المناسبة أن أرحب بأصدق العبارات والكلمات بإخواننا الكرام من مجلس التعاون لدول الخليج العربية. طبعا نتمنى دائما الترابط لدول المجلس التعاون الخليجي في جميع الميادين. أكيد بإذن الله. وإكسبو 2020 دبي احتفل بكل أنحاء العالم، وكل يوم في احتفال معين، وسمو الشيخ نهيان نشوفه يوميا في احتفالات منوعة. صحيح. لكل الدول ولكل المحافل. إكسبو 2020 دبي هو محط أنظار العالم. صحيح. أكيد مشاهدينا مستمرين وياكم، لكن عقب هالفاصل القصير خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا من جديد. كشف استطلاع أجري مؤخرا أن 41% من الناس يرغبون في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، وأكد أطباء أهمية تسليط الضوء على ثقافة التبرع بالأعضاء عند المجتمع والتوعية بها ومدى أهميتها في إعادة الأمل بالحياة إلى الكثيرين. صحيح ياسين، وتعتبر الإمارات رائدة في زراعة الأعضاء بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، إذ تحقق نجاحات طيبة ومبهرة في مجال التبرع وزراعة الأعضاء المتعددة، تشمل القلب والكبد والرئتين والتوسع في زراعة الكلى. نتابعوا ياكم هذا التقرير. موسيقى
بات للتبرع بالأعضاء أهمية قصوى في إنقاذ حياة الكثير من المرضى، لذا كان لتطبيق حياة للتبرع بالأعضاء والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية أهمية كبيرة في تنقين وكيفية التبرع بالأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعتمد التطبيق على الذكاء الاصطناعي لممارسة مهامه، ويمر بثلاثة مراحل أساسية. مرحلة التبرع بالأعضاء، وهي تعطي الفرصة لأي شخص بالدولة في التبرع بأعضائه، ومرحلة تسجيل المرضى من خلال مراكز نقل وزراعة الأعضاء داخل الدولة. مرحلة الذكاء الاصطناعي، والتي يقوم فيها التطبيق بعمل دراسة ذكية لتطابق الأنسجة بين العضو الممنوح وأفضل مريض لذلك العضو. خلونا نتحدث عن التبرع بالأعضاء مع الدكتور سيف درويش، أخصائي طب المجتمع والمتحدث باسم جمعية الإمارات للصحة العامة. حياك الله دكتور. الله يحييكم. يا هلا ومرحبا بك دكتور. الله يحفظك يا أخي. دكتور توي قبل لا نبدأ وإحنا في الفاصل سألتك سؤال، قلت لك موضوع التبرع بالأعضاء، كيف الواحد يقدر يتبرع بالأعضاء؟ يعني إحنا نعرف إن الإنسان لما يموت خلاص أعضاء جسمه توقف عن العمل، فكيف يصير يعني كيف الدائرة تصير مال التبرع بالأعضاء؟ أولاً أنا أشكركم على فتح هذا الموضوع، لأن موضوع في غاية الأهمية وهو ثقافة مثل ما تفضلتوا. فكرة أن احنا ننمي ثقافة لدى أي مجتمع من المجتمعات لا تتم فقط من خلال قانون أو إنشاء مركز أو كذا، لا، الجميع لابد أن يدعم هذا الشيء، وسائل الإعلام، وسائل الجامعات، التربية منذ الصغر، المدارس، المستشفيات، الجميع لابد أن يقوم بدعم مثل هذه الفكرة لكي نجيب على الأسئلة اللي مثل أسئلة بسيطة موجودة صح لدى الناس. صح. حقيقة الأمر أنا بدأت علاقتي في هذا الفكرة، فكرة التبرع بالأعضاء، تعرف إحنا درسناها أيام الدراسة في الجامعة وكذا. الواحد في بعض الأحيان ما يكون يعني مركز في الشيء اللي هو فيه، فجتني بنت أختي وسألتني خالي أبغى أتبرع بأعضائي، أسجل في برنامج التبرع بالأعضاء. قلت لها إنزين، قالت لي شو أسوي؟ قلت لها صبري خليني أتأكد. هذا الكلام طبعا قبل يمكن 3-4 سنين. كم عمرها أول شيء؟ هي كانت في أوائل العشرينات يعني. فكلمتني انتبهت إني أنا مش مسجل في برنامج التبرع بالأعضاء. أنا دائما أقول أنا مع البرنامج بس أنا نفسي غير مسجل في البرنامج. فعلى طول طلعت المعلومات، نزلت برنامج تطبيق حياة، سجلت فيه لشخصي، خبرت بنت أختي وسجلت فيها لشخصها. فمن ضمن الأخلاقيات التبرع بالأعضاء أنك لابد أن تبلغ أهلك، زوجتك، أهلك، الشخص الوصي، على أساس أنه يعني مثلا لا قدر الله في حالة الوفاة يكونوا عارفين أن هذا فلان متبرع بالأعضاء، مو بيون بيشلون أعضاء يقولوا منو اللي قال يشلون أعضاء. فبلغت زوجتي وسبحان الله وأنا أتكلم معها فكرت أنه طيب ليش أنت ما تتبرعين بالأعضاء؟ على طول تحمست وسجلت. قعدنا مع بعض فكرنا طب ليش ما نكلم الأسرة؟ في اجتماع أسري يعني كنا موجودين طرحنا الفكرة، بعض كان متحمس، البعض كان متحفظ، البعض كان رافض الفكرة. لما جينا وقلنا لهم زين يا رافضين ويا متحفظين شو السبب؟ كان عندهم مجموعة من التساؤلات، واحد منها التساؤل اللي انت تفضلت عليه ان خلاص واحد بيموت ما تتعضاء، واحد ثاني فكر انه قد يكون حرام، حد ثاني يعني اشياء تتعلق بالامور الدينيه، زين عذاب القبر كيف بيستوي يوم يشيلون اعضاءه، واحد قال زين بيغسلونه وبيشفنونه، واحد ثالث قال يعني انزين هي بيخلونه قاعد في الثلاجه يمكن شهرين لما يحصلوا حد وياخذون اعضاءه. تساؤلات كثيره. قلنا لهم ما برد على التساؤلات الحين لان في طابع ديني وفيها طابع كذا. طلعنا الاسئله هاي بفتاوى من المؤسسات المتخصصه في الدوله وجاوبنا على اسئلتهم البسيطه. 14 واحد من أسرتي كانت النتيجة سجل في تطبيق حياة. فيعني الفكرة أن الواحد ممكن يؤثر على المجتمع وفثرا، بالإضافة إلى 14 سجلوا، بالإضافة إلى تقريبا في أسرتنا كبيرة يعني في عندنا يمكن أكثر من 15 واحد من أسرتنا مراهقين بغوا يسجلون، لكن يشترط دائما سن 21
عشان الانسان يكون راشد لكي يسجل في هذا البرنامج. فالسؤال ردا على سؤالك اللي تفضلت فيه ان الواحد يوم يموت تموت الاعضاء، هذا كلام صحيح، لكن تعريفنا ما هو الموت؟ هذا السؤال الاول. طبيا ما هو الموت؟ في السابق كنا نقول ان الموت هو توقف عضله القلب. جميل جميل. الحين بدينا نشوف انه ممكن انعاش القلب بعد، يعني يكون مات القلب بعد خمس دقائق، خلال خمس دقائق ممكن نسوي انعاش قلبي رئوي ويرجع الانسان يعيش. زين ما هو الموت؟ حد قال الغيبوبه. زين الغيبوبه ممكن الواحد يدخل فيها يقعد سنين ويقوم. صح. ما هو الموت؟ درس العلماء هذا الموضوع بشكل كافي واكتشفوا ان الموت هو موت جذع الدماغ، منطقه معينه في الدماغ، اذا ماتت خلاص الانسان ما يرجع. انزين في ناس مثلا سوى حادث، لحقوا سووا له انعاش قلبي رئوي، حطوه على الاجهزه، لكن لما يو يفحصونه اكتشفوا ان جذع الدماغ ميت. فهني خلاص ما ينفع، فهو ما بيرجع للحياه لانه ميت، لكن اعضاءه حيه. كيف اعضاءه حيه؟ في اجهزه شغل الكليتين كلهم ما ماتوا. ليش؟ لان الاجهزه تعطيهم اكسجين، هي عباره عن اجهزه. صح. تشغل الرئه تبعث اكسجين فيها وتحرك الدم، فهو عمليه ميكانيكيه، لكن الدماغ والمخ ميت. ميت. ففي هذه الحاله فقط احنا ممكن ناخذ هاي الاعضاء بوقت معين ونزرعها في شخص اخر. نعم. في يعني انت ذكرت مثلا حادث، هل مثلا لازم يكون موت معين، موت سريري مثلا؟ ترى هذا اللي اقول لك اياه، انه يكون الشخص موجود في المستشفى واستوى فيه حاله من الموت السريري، وكشفوا عليه الاطباء واكتشفوا ان هذا الشخص عنده موت في جذع الدماغ، لكن هو مثلا بعده ما مات. ليش؟ لان القلب تشغله الماكينه، يعني هو يعني الالات هي اللي تشغله، لكن هل سيعود الوعي؟ لن يعود الوعي، بس القلب يشتغل، المضخه تحرك القلب، فيقدرون يستفيدون من الاعضاء اللي الاعضاء هذه. بعد يا عبير دقيقه بكمل مع الدكتور. تفضل. خلاص حصلنا الاعضاء والاعضاء حيه وكل شيء تمام، يتم استخراج الاعضاء نفس الوقت نفس اللحظه ولا مثلا طبعا بعد في نافذه معينه موجوده؟ اذا تم اعلان الوفاه زين، اللي يسوونه الاطباء ان اولا القانون الاماراتي والقوانين الدوليه، كل الخلاف كان حتى عند الفقهاء ان كيف احنا بنتاكد 100% ان هذا الشخص ميت ولن يعود للحياه، فيتم الكشف على هذا الشخص الميت من خلال مجموعه من الاطباء، كل واحد بروحه لجنه يعني تتكون، واذا تاكدنا ان هذا الشخص خلاص ميت يستاذنون الاسره ويخبرون الاسره ان ولدكم مثلا او بنتكم وكذا خلاص مات، فاحنا بنشل عنا الاجهزه اللي تدعم الحياه. فيشلون الأجهزة، مجرد ما تنشل الأجهزة يتوقف القلب وتتوقف الرئتين والشخص خلاص يتم إعلان وفاته. لما يتم الإعلان الوفاة في تلك اللحظة يتم إخراج الرئتين والقلب وهاي الأمور، بعد ما يتم إعلان الوفاة مش قبل، بعد ما يتم إعلان الوفاة يتم إخراج هذه الأعضاء، وخلال فترة معينة كل عضو على حسب الفترة مالته يتم يعني يكونهم أوريدي جاء مجهزين، مثلا المتلقي من الشخص اللي بيتلقى يسوون فحص للأنسجة، يتأكدون الأنسجة متطابقة، فعلى طول خلاص يتم إعلان الوفاة، يلا بين مثلا فلان بياخذ الكليتين، علان بياخذ القلب، مش عارف منو بياخذ كذا. في مدة معينة؟ طبعا في مدة معينة اللي هي ما بين إعلان الوفاة وما بين إدخال هذا، طبعا يعني تختلف على حسب العضو كذا، ما تحضرني يعني الساعة بالضبط، بس هي مجرد ساعات يعني مش ايام، هي مجرد ساعات قليله. زين دكتور، بالنسبه للاعضاء يعني نحن عرفنا ان الاعضاء اللي الشخص اللي يقدر يتبرع فيها هي الكليتين الكبد، لكن الرئتين كيف؟ هو كل شوف البرنامج الوطني في الاماراتي وعلى مستوى العالم يعني التبرع يتم ب8 اعضاء، كليتين نعم، رئتين، القلب والكبد والبنكرياس، 7 اعضاء ممكن. 7 اعضاء يعني الشخص الواحد ممكن انه يساعد 7 اشخاص اخرين متعرضين للموت، ممكن يصلوا الى حاله الوفاه. فالشخص الواحد يعني سبحان الله يعطي حياه للاخرين. في طفل توفي يعني في دوله الامارات وامه وافقت على انه يتم التبرع باعضائه، كان في حاله موت سريري، وهذا الطفل انقذ حياه مجموعه من الاشخاص الاخرين لما تبرعوا في حياته. فالام كانت تتكلم يعني في تصريح لها قالت انه يعني حسيت ان ابني يعني موجود في مكان اخر. الله يجعله طير ان شاء الله ويصبرها يا رب. يعني انزين الحين اذا هم خذوا الشخص هذا توفي سريريا، خذوا منه مثلا كليه، بس الاعضاء الثانيه ياخذونها ولا لا؟ ياخذون كل شيء، كل اعضاء ويخزنونها كيف؟ لا ما يخزنونها، ترى قلت لك ما ياخذون الاعضاء كلها، وكل عضو يروح لشخص لمحتاج معين لمحتاج معين، فياخذون 7 اعضاء
يعطوها لسبعة أشخاص مختلفين. طبعاً في بعض الأحيان ما يكون في شخص محتاج لهذا العضو. أحياناً. فهني كيف نتصرف؟ خلاص ما يتم أخذه. يتخلصون منه. لا لا ما يتخلصون منه. هم ما يطلعوا العضو إلا إذا جاهز المتلقي. حلو. يعني ما يأخذون شيء وهذا. يتعاملون مع قداسة جسم الإنسان وقداسة الموت. فما يتم التخلص من شيء. طبعاً مثل ما قلت يكون جاهز المتلقي فعلى طول يشلون هذا ويعطونه للشخص. أحياناً يكون أنسجة هذا الشخص ما تتطابق مع شخص الحين محتاج لي هذا النوع من دكتور أكيد في شروط للتبرع بالأعضاء مثلاً تحاليل طبية أو أكيد. شيء ثاني. شو الشروط اللي لازم تكون في الشخص عشان يقدر يتبرع؟ في شروط طبية وفي شروط قانونية. فيعني مجموعة من الشروط. طبعاً البرنامج أنا أقدم التحية للبرنامج الوطني الإماراتي للتبرع بالأعضاء ونقلها يعني سعادة وكيل وزارة أمير الأميري. يعني لما أسرتي تبرعت بالأعضاء اتصل فينا شخصيا ويعني أنا ما عندي علاقة شخصية فيه لكن بحث عني وبحث عن رقمي وتواصل معي شخصيا يشكرني على هذه البادرة. تحية نوجه لهم تحية طبعا لسعادة أمير الأميري ووزارة الصحة معي. نعم. فالفكرة في الموضوع بأن يعني مثل ما تفضلت بسؤالك بأن إحنا دائما التبرع له مجموعة من الشروط، شروط قانونية وطبية. يعني أهم نقطة احنا نركز عليها محاربة تجارة الأعضاء. تجارة الأعضاء ترى مشكلة كبيرة. احنا في دولة الإمارات نحاول احنا ننفي هذا الشيء. التبرع نوعين، في تبرع قبل الوفاة وفي تبرع بعد الوفاة. التبرع اللي قاعدين نتكلم عنه الحين هذا كله هو اللي بعد الوفاة. في تبرع قبل الوفاة بس يكون للأقارب، يعني في حد بيضحي بكليته لشخص يعني انت ما تعرفه. يعني نتمنى لكن صح. هذا صعب جدا. عادة اللي بيتبرع لأخوه ولد عمه يعني حد من الأقارب المقربين. فهذا التبرع أثناء الحياة في عضو من القوانين الشروط عضو ما يؤدي إلى الوفاة. يعني أنت ما بتشل قلبك بتعطيه لأخوك. كلية مثلا. بتشل كلية أو جزء من الكبد. جزء صح. من الكبد ما يضر الإنسان. هذا معروف. يعني هذا شيء لا يضر بصحته. طيب بعد الوفاة، بعد الوفاة في مجموعة من الشروط. رقم واحد أن يكون عمرك فوق 21، تكون مختار أنك تسجل في البرنامج، أو يعني في حالة وفاة الطفل يعني أسرته وافقت على هذا الشيء. هذا رقم واحد. مثلا يكون التطابق ما بين الأعضاء. ما هو إحنا المشكلة أن إحنا ممكن نأخذ عضو نحطه في شخص ثاني، جسم الثاني يرفض هذا العضو، فلذلك يكون في تطابق في الأعضاء. الشخص الثاني يكون صحته تتحمل التبرع. يعني في بعض الأشخاص وصل جسمه إلى الوهن الشديد بحيث أنه ما ينفع حتى لو عطوه عضو ثاني ما بيفيده. الشخص المتبرع عادة يكون أقل من تحت سن 50 بعض في بعض الدول، يعني مش بالضرورة في الجميع. يعني مجموعة من الشروط التي تتوافر في مثل هذا الأمر. هل للأعضاء لها عمر افتراضي معين إذا أنا تبرعت بعضو من أعضائي؟ ماذا تقصدين بالعمر الافتراضي؟ إن بعد ما يموت. حدثنا عن هذه النقطة اللي هي نقطة العمر وكم تقدر تعيش العضو، كم يقدر يعيش. العضو ما يقدر يعيش خارج الجسم أكثر من سويعات قليلة. الجميل في الأمر إن إحنا دولة الإمارات برنامجنا مرتبط بالبرنامج السعودي لنقل الأعضاء، والبرنامج السعودي لنقل الأعضاء هو أكبر برنامج أو أكثر برنامج متطور في نقل الأعضاء في المنطقة العربية. هذه حقيقة الواحد يقولها، لأن حقيقة دائما تشوف تقاطع الدين مع الفقه. المطاوعة الله يطول بعمارهم في المملكة العربية السعودية كانوا أول جهة دينية أو فقهية في العالم الإسلامي العربي توافق وتدعم برامج التبرع بالأعضاء. جميل. على عكس باقي الدول اللي ربما دائما يعني صح، في وايد ناس قالوا حرموا هالموضوع. نعم، لكن في 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 السعودية كانوا من أوائل الناس اللي أباحوا هذا. حاليا جميع الفقهاء في كل العالم العربي الجميع بلا استثناء يبيح هذا الأمر. الأزهر والإمارات عندنا دار الفتوى، وفي السعودية يعني البرنامج الإماراتي مرتبط بالبرنامج السعودي. ففي بعض الأحيان يكون حد متوفي مثلا عندنا عنده عضو ما في حد عندنا في البلاد يحتاجه. صح. الجماعة هناك يحتاجونه، يتم نقل العضو خلال ساعة ساعتين يوصل هناك، يتم عملية زراعة العضو هناك. جميل. ونفس الشيء بالنسبة لهم. فعلا. دكتور تكلمنا عن نقطة التجارة بالأعضاء. كيف تشوف اليوم أن تطبيق حياة اللي أطلقتها دولة الإمارات ممكن أنه يحد من هذه المتاجرات والأفعال غير القانونية؟ بالتأكيد، لأن إحنا عندنا في الإمارات عدد كبير جدا من الناس اللي محتاجين إلى نقل الأعضاء. طيب الإنسان لما يكون محتاج وصحته ممكن يدفع الغالي والنفيس، فيسافرون يروحون بعض الدول، يعني الدول كل الناس تعرفها، ويروحون يحاولون شراء العضو. وصارت تجارة، تسمع بعض الأرقام أحيانا يقول لك ب100,000، أحيانا ب200، ب300,000 مثلا. يعني على حسب الدولة، على حسب عمر المتلقي وكذا. وهذا أدى إلى ظهور عصابات تسرق أعضاء من بعض الناس. يعني حتى ممكن واحد في بعض الدول يعني قد يكون رايح لعملية معينة يسرقون منه شيء ثاني
ويسووا لك. فصارت مثل هذه المشاكل في كثير من الدول. دولة الإمارات القانون كان واضح، صدر في سنة 2015 يحرم تجارة الأعضاء أو يوضح عملية أو يعني مثل ما تقولوا يزيد في التشريع ويغلط في عقوبة الأشخاص اللي يتعاملون بهذا الشيء. فتطبيق حياة، إذا الجميع، إذا إحنا جميعاً كنا على قدر المسؤولية بأن إحنا نشجع الآخرين بأن ننشر هذه الثقافة اللي تكلمنا عنها، بحيث أن كنا نكون مسجلين في مثل هذا البرنامج، هذا سيؤدي إلى أن المحتاج بيحصل. أنا الجميل في الأمر أني يعني التطبيق مش فقط للإماراتيين، أنا كثير من الناس اللي سجلوا في هذا البرنامج من المقيمين في دولة الإمارات وحابين أنهم يكونوا من ضمن الناس المسجلين في هذا البرنامج، لأن هذا البرنامج على فكرة ما يفرق بين مواطن وغير مواطن، يعني المقيم في دولة الإمارات له الحق، الجميع له الحق في هذا الشيء. ولما إحنا الأطباء اللي يقومون بهذه العمليات يعني العامل الطبي هو الأساس، إحنا هناك نترك كل شيء الاعتبارات الأخرى، الاعتبار الإنساني والطبي هو الذي يحكم الموقف. فعلا دكتور، ذكرت نقطة أنت في بداية حديثنا عن موضوع أن الأسرة، أسرتك تبرعت معك أو دخلت في تطبيق حياة وسجلت في هذا الموضوع. اليوم كأنت كرب أسرة أو كأي حد رب أسرة، شو أهمية أن يساعد أطفاله أو يساعد أولاده أو أسرته على التسجيل في مثل هذا التطبيق وتبرع بأعضائهم بعد الوفاة؟ هو في حقيقة الأمر يعني هي مسؤولية مجتمعية. أنا أول ما بديت فكرت في الفكرة على طول كلمت يعني في جلسة عائلية الوالد وشرحت للوالد الفكرة وشجعته هو شخصياً أن يسجل في هذا البرنامج. فلما تشوف أن الكبير الأسرة هو بنفسه اقتنع بالفكرة واقتنع بتسجيل نفسه، ستجد الآخرين كلهم متشجعين ومتحمسين مثل هذه الفكرة. الحين التطبيق يعني مثلاً قلنا عمر التسجيل مثلاً من عمر 21، تزرع هاي الثقافة في الأطفال، أول ما بيكبرهم بروحهم بيسجلون. فكلمناهم يعني الشباب اللي عندنا في الأسرة مراهقين، يعني أغلبهم في سن مثلاً من 10 سنوات لين مثلاً نقول 18 20 21 سنة، يوم تكلمهم وتشرح لهم هذا الأمر، والشباب على فكرة يعني مطلعين ربما أكثر منا في كثير من الأحيان. إحنا بس نفهمهم الطريقة اللي من خلالها يكون التسجيل، لكن البعد الإنساني مزروع فيهم وهم عارفين أهمية مثل هذا الأمر. فعلاً دكتور، أيضاً نقطة اسمح لي أعبر، موضوع الرفض، أن في ناس ممكن ترفض هذه الفكرة، فكرة التبرع بالأعضاء، بعيداً عن الجانب الديني، بما أن وضحت أن جميع الفقهاء يعني صرحوا هذا الموضوع، شو ممكن يخلي أي إنسان يرفض فكرة التبرع بالأعضاء؟ يعني أنت استثنيت العامل الأساسي اللي يخلي الناس ترفض التبرع بالأعضاء. حقيقة الأمر الفهم الخاطئ لبعض النصوص يعني أو بعض الأفكار الدينية الخاطئة هي اللي تخلي الناس، أغلب الناس يعني أنا شوف سويت حملة وكان هدفها أن 5000 شخص يسجل في تطبيق حياة، وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام تكلمنا، وعندكم في الظفرة تكلمنا، يعني زرنا جميع المحطات التلفزيونية وخلال حتى مشاهير التواصل الاجتماعي نشجع الناس على أنهم يسجلون بتطبيق حياة. كل الأسئلة اللي كانت تجيني من الناس اللي ما بقول لك راضين لكن متشككين وخايفين هو البعد الديني، لأنهم فاهمين الفكرة بشكل خاطئ. لذلك سوينا برنامج أن نجيب الأشخاص المتدينين، أشخاص مثل ما تقولوا الجهات الرسمية المختصة بهذا الأمر، وهم يتكلمون عن هذا الأمر، لأن توضيح البعد الديني أعتقد هو الأساس في هذا الأمر، لأن ما أعتقد أن في شيء ثاني ممكن يخلي شخص يرفض فكرة التبرع بالأعضاء. نوعيهم أكثر يعني. أكيد. في ناس، في حد قال مثلا لا أنا لو طلعت جزء من عضوي مثلا ممكن ان يعني ينتقل جزء مني لهذا الشخص. حد مثلا يتكلم يقول لك نفهمه ان لا وعيك سيظل معك وهذا شيء اخر. فمثل هذه الامور اعتقد التوعيه هي الاساس فيها، بس اهم شيء ان التوعيه تكون من المختصين. بمعنى انا طبيب اتكلم في الجانب الطبي فقط، لكن لو انا بجيب بتكلم عن كل شيء خربت السالفه. انا بجيب رجل دين او رجل يتكلم عن الجانب الديني لانه هو المختص. ما قصروا جزاهم الله ألف خير جميع رجال الدين، ربما هيئات الفتوى في مصر، في دار الإفتاء، في الأزهر الشريف، في السعودية، لجنة كبار العلماء عندنا في دولة الإمارات، يعني الدول المتخصصة في الإفتاء كلهم أفتوا بجواز هذا الشيء، بل الشخص مأجور عندما يقوم بهذا صح الأمر. صح. يعني حتى الدراما تلعب دور في هالموضوع. نحن شفنا وايد مسلسلات وافلام ان احد الممثلين يتبرع بقلبه، فتشوف الشخص الثاني يعني يحب الشخص هذا اللي تبرعوا له بالقلب. هو بس هاي النقطه يعني احنا نبغى ناكد عليها ان هو سيحبه مو لان قلبه يا لأن شيء من المريض المفقود يمكن. لا هذه النقطه ما نبغى نوصل هاي الفكره للاخرين. لا دكتور، هو مش نقطه حب الشخص،
هو حب حبيبة الشخص اللي تبرع له. أيوة هنا بس هنا هنا النقطة مثل هذا الكلام اللي نبغى نأكد عليه. هذه الأعضاء هي أعضاء ميكانيكية ما لها أي علاقة بالمشاعر أكيد بالأحاسيس أكيد بالأفكار بالتفكير. يعني حتى لو هذا كان من ديانة مختلفة ما بيأثر على دين الشخص الآخر. فنقطة مهمة لابد نحن نركز عليها إن الأفكار والمشاعر والأحاسيس والتدين وكل شيء ما له علاقة بالروح وكذا ما له علاقة دكتور. هذا 100% يعني هذا فيلم بس أكد هذا 100% لا ينتقل أكيد. لذلك أنا أؤكد على دور الدراما ودور الفعاليات المجتمع. كانوا شعراء، كانوا أدباء، كانوا كتاب، كانوا إعلاميين، كانوا ممثلين في وسائل التواصل الاجتماعي يوصلون الفكرة الصحيحة. لأن بعض الأحيان مثل هاي الأفكار تخلي الناس يعني يخاف. يعني انا بسيبه برع بقلبي وحد بيحب زوجتي مثلا يعني فهذا الكلام نبغى ناكد انه غير صحيح. صح دكتور سيف، نصيحه اخيره تقدمها؟ سجلوا في تطبيق حياه التبرع بالاعضاء هو عمل انساني كريم جدا يليق بالانسان المتحضر، يليق بابن الامارات ويليق بالشخص المقيم في دوله الامارات. لان مثل هذا الشيء هو حياه للاخرين، هو حياه للجميع. انتم الاثنين انا اشجعكم اذا ما كنتم مسجلين سجلوا في تطبيق حياه، والمشاهدين الكرام سجلوا في تطبيق حياه. دوله الامارات تقوم بمجهود جبار في هذا الامر. في عندنا مستشفيات تم تجهيزها على اعلى مستوى تقريبا، بداوا ب3 مستشفيات، اليوم وصلوا يمكن 7-8 مستشفيات ما شاء الله. وما هو اكثر قاعد يزيد يعني العدد، للتركيز على ان ابحاث حتى ابحاث التبرع بالاعضاء تكون اقوى، ويكون عندنا نكون مركز عالمي في فكره التبرع بالاعضاء. فعلا اكيد دكتور سيف درويش، كل الشكر لك على تواجدك ويانا اليوم، شكرا على هذه المعلومات والنصائح اللي هي فعلا مهمه. وفي الاخير نقدر نقول الناس للناس. صحيح اكيد كل الشكر لك دكتور، نورتنا. مشاهدينا مكملين وياكم، ولكن خلونا نشوف ويا بعض ونتعرف اكثر على الشيشان. من هم الشيشان؟ خلونا نتابع. الشيشان احد المجموعات العرقيه الموجوده في شمال شرق القوقاز، وهم من شعوب ناخ، وقد استمروا ونشأوا بشمال القوقاز بالإضافة إلى وجودهم في أوروبا الشرقية. وتقدر المسافة بينها وبين العاصمة الروسية نحو 1000 ميل، ويبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليون نسمة. وعاصمة الشيشان هي غروزني. يطلقون على أنفسهم اسم فايناخ، ومعناها باللغة الشيشانية شعبنا. مجتمع الشيشان يتألف من عدة عشائر محلية مستقلة وتتساوى بكل الحقوق، ويطلق عليها اسم تيبس. كان للظروف المناخية التي تتمتع بها جبال القوقاز دوراً كبيراً في زيادة الروح الجماعية لدى الشيشان، كما أنها ساعدت في تشكيل طابع وطني مستقل للشيشان. يعود مصطلح الشيشان إلى أحدى القرى الشيشانية والتي يطلق عليها قرية شيشان، ويعتنق غالبية الشعب الشيشاني الديانة الإسلامية السنية. وكان الدخول بالدين الإسلامي في الفترة ما بين القرن 16 والقرن 19، وقد اتبعوا المذهبين مذهب الإمام الشافعي والمذهب الحنفي. قام المجتمع الشيشاني على بعض الأسس مثل المساواة واحترام الجميع للحرية الفردية، إضافة لاعتمادهم على الكثير من الأساليب الديمقراطية. كما أن المجتمع الشيشاني يتألف من نحو 130 عشيرة، هذه العشائر يتم تقسيمها إلى فروع، وهذه الفروع تنقسم إلى عائلات، وكل عائلة تحمل اسم الأب، بالإضافة إلى تملكهم الحس الوطني العالي الذي نتج عن انسجام هذه العشائر مع بعضها البعض واتحادها. ولغتهم الرسمية هي اللغة الروسية واللغة الشيشانية. كملين وياكم مشاهدينا، ولكن بعد هذا الفاصل السريع.
يا هلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد. اشترط القانون الاتحادي لتنظيم حالات اعسار الشخص الطبيعي في الامارات وتقديم وثائق الى المحكمه لطلب اثبات اعساره وتسويه التزاماته الماليه، واستثنى القانون نوعين من الاموال ما يدخلون في اجراءات الاعسار او التصفيه. اكيد، وبحسب القانون فان اعسار الشخص يعني عجزه عن الوفاء باي ديون مستحقه عليه، سواء كانت مستحقه لافراد أو لجهات اعتبارية. نتحدث عن قانون إعسار الأشخاص والشركات ونستضيف المحامية والمستشارة القانونية جوسلين خير الله. حياك الله في مساء الإمارات. حياك الله معنا. يا مرحبا وسهلا. في البداية شو تعريف قانون الإعسار؟ هلا نحن هون لازم نبين فرقين مهمين بين الإفلاس الشركات وإعسار الأفراد. الإعسار هو قانون مخصص للفرد المدين في حال عدم اتخاذ وإجراءات لسداد ديونه. أما بالنسبة للإفلاس فهو مخصص للشركات التجارية في حال عدم استطاعة الشركات سداد ديونه. فنحن بهالحالة في عنا موضوعين مختلفين تماماً، إفلاس يتعلق بالشركات وإعسار يتعلق بالأفراد. يعني قانون الإفلاس يطبق على الشركات فقط؟ قانون الإفلاس يطبق على الشركات، على المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية اللي ما عندها أنظمة خاصة بالإفلاس. يطبق أيضاً على كل شخص بينطبق عليه وصف التاجر، كما يطبق على المؤسسات أو الشركات المهنية ذات الطابع المهني. يعني مثل مثلا مكاتب المحاماه ممكن يكون في لها افلاس. فعلا. زين، كيف شو هي شروط تطبيق الافلاس الشركات؟ يعني كيف نعرف بالضبط اذا تم افلاس هذه الشركه؟ اي شركه تجاريه غير قادره على سداد ديونها عندها كامل الصلاحيه والاحقيه تلجا لموضوع الافلاس. طبعا قبل الافلاس في عندنا شيء بنسميه الصلح الواقي من الافلاس، اللي هو بيتطلب بيلجا له التاجر، بيلجا للمحكمه بيطلب منا انه يعمل حمايه قانونيه. يعني بمعنى مبسط انه انا عم بلجا للمحكمه انت احميني لانه انا ما عم بقدر سدد ديوني. هي باختصار نفس الوضع بالنسبه للفرد. الفرد المعسر اللي عليه ديون شخصيه مثل قروض، كريدت كارد، لونز، في كمان يلجا للمحكمه والا للمحكمه انا قبل ما اشهر افلاسي يا محكمه تعي ساعديني لعيد جدوله الديون قبل شهر الاعسار تبع الفرد. فنحن الموضوعين شوي مختلفين ولكن بنفس المجال بنفس التكنيك. زين، شو أهمية تنظيم قانون الإعسار على الفرد وعلى المجتمع؟ الأهمية كتير كبيرة. الأهمية من الناحية القانونية أنا بشوفها أنه يكون تصفية دين الشخص على مرأة ومسمع المحكمة حتى لا يتهرب الشخص من السداد، وبنفس الوقت إذا كان في إفلاس حتى الشركات ما تتهرب من سداد الديون ويعيدوا جدولة الديون مرة تانية بنسب محددة. فنحن الأهمية هون أول شيء في حماية للفرد، وبنفس الوقت في سيطرة قانونية، لأنه كتير مجموعة كتير كبيرة بتعتقد أنه موضوع الإفلاس أو موضوع الإعسار هو موضوع بسيط، ولكن المحكمة لما بتعين مأمور تفليسه بالإفلاس ولما بتعين خبير بالإعسار ما بتشهر إفلاس الشخص أو تشهر إعساره إلا لتتأكد 100% أنه هذا الشخص مدين وغير قادر على سداد ديونه. فعلا. إنزين، إحنا قبل أن ننتقل لنقطة أهمية الإعسار أو الإفلاس بنرجع لموضوع الإعسار. تحدثنا عن الإفلاس، نذكر الإعسار. شو شروط تواجب الإعسار؟ والله شرط الإعسار شرط كتير بسيط، وعلى الرغم من بساطته ولكنه تكنيكياً مو سهل. الإعسار بيتطلب أنه الفرد يكون غير مسدد لديونه مدة 65 يوم متتالية. بمعنى إذا أنت دائن وفي إنذار إجاك من الدائنين وبعد الإنذار مرقت 65 يوم بدون ما تسدد الدين تبعك، بحق لك تروح على المحكمة وتشهر إعسارك. هذا الشرط الرئيسي. يعني وبعدين بعد ما أشهر على المحكمة هلأ دخولك إلى باب المحكمة في له متطلبات كثيرة، منها أنه أنت تعطي تقرير مالي عن حياتك كاملة، تقدم طلب كامل بأسماء الدائنين وديونهم، تعطي أسباب مفصلة للمحكمة ليش مالك قدران تسدد دينك، تقر، وهذا أهم نقطة، تقر بالأموال المنقولة وغير المنقولة اللي موجودة باسمك داخل وخارج الدولة، والإقرار هذا جدا مهم، وهذا بينطبق عليه أشياء لاحقا ممكن نحكي عنه. زين أستاذة جوسلين، في حال الشخص إذا هو ما عنده
وما قدر يدفع، كيف يتصرفون معه في المحكمة؟ هلا مبدئيا نحن اي دعوه اعسار بيتعين له خبير من المحكمه، والخبير اللي تبع المحكمه بيكون قاعد عم يجرد ديون الشخص وعم يجرد بنفس الوقت شو عنده اموال. بناء على هذا الجرد هو بيقعد بصير بيعطي حصص وانصبه، يعني الدائنين ما بياخذوا 100% ديونهم، بياخذوا جزء. إنزين في مبالغ معينة مثلاً لو كان مدين ب500 درهم على شخص، هل يعتبر إعسار وما قدر يدفع له؟ هل هذا يعتبر إعسار؟ هلا نحن حننتقل هون على نقطة، نعمل سويتش أوف بين المدين وبين الدائن. إذا أنت اليوم دائن لشخص ومتدين منك فوق 1,000,000 درهم، بحق لك أنت تروح تشهر إعساره فوق يعني المليون مبلغ درهم. محدد فوق المليون، فوق المليون مو ب500. ففي موضوع الإعسار فوق المليون. الغريب واللي يعني في كتير تناقض، الشركات إذا في دائنين لها ب100,000 بحق لهم واحدة من الشركات تروح تشهر إشهار إفلاس لشركة على 100,000 درهم. إذا ليش هذا الفرق يعني بين المادة القانونية؟ المادة القانونية المشرع أراد ذلك، المشرع أراد هذا يعني. ياسين انت مسلف حد 500 درهم اول شيء ولا 500 بس ما مليون. انسى موضوع ال 500، ما فيك تشهر اعسار حدا ب 500 درهم. لا غريب جدا يعني. انزين في حاله يعني انت ذكرتي انه بيتم تجريد الاموال للشخص وتجريد كم دين عليه او الاشخاص اللي يبون منه الفلوس وكم عليه ديون، صحيح؟ الشخص ما عنده ولا درهم، شو هني شو الاجراء القانوني اللي يتخذ في الشخص في حال ما في سبل للحل؟ طالما انه اجى تقرير المندوب، اجى تقرير الخبير او مامور التفليسه للمحكمه والمحكمه تيقنت تماما انه هذا الشخص غير موجود عنده اي درهم، بتشهر اعساره. وبهالحاله طبعا بس تشهر اعساره يعني تسكرت هي الصفحه، انطوت وتسكرت. بس طبعا اللي عم نحكي اليوم نحن بكم دقيقه ياخذ عمر طويل بالمحكمه. فعلا ياخذ اجراءات. هل القانون استثنى فئه معينه هم ما يدخلون ضمن فئه الاعسار؟ القانون عطى الشرط الوحيد اللي هو مدة 65 يوم فيما يتعلق بالإعسار، وكل شيء له علاقة بالشركات التجارية والتاجر والشركات المهنية بينطبق عليها قانون الإفلاس. فنحن بهالحالة هي عم نحكي الإعسار كفرد والإفلاس كشركة. يقدر يدخل بعد محامي مع طبعاً الشخص طبعاً في حل الإعسار؟ يعني يشترط؟ لا يشترط. أنت كفرد يحق لك تروح قدام المحكمة وترفع دعوى الإعسار بنفسك وتقوم بإجراءاتها بنفسك، ولكن طبعاً لأنه نحن كمحامين ممتهنين هالمهنة فنحن أقدر على الأوراق المطلوبة وتقديم الطلب والخبير المعين والإجراءات اللي كتير طويلة تأخذ أوقات طويلة. إنزين نحن ذكرنا نقطة لوجه الاختلاف بين الإعسار والإفلاس واللي هي 1,000,000 هني و100,000، في أوجه اختلاف ثاني؟ أي في كتير أوجه اختلاف. مثلاً شو؟ في كتير أوجه اختلاف، يعني مثلاً بالنسبة للإفلاس التوقف عن السداد شرط أنك تشهر الإفلاس، توقفك عن السداد 30 يوم متتالية. بموضوع الإفلاس 65 يوم هي موجودة للفرد، أما للشركات 30 يوم متتالية بالنسبة للمدين و 30 يوم متتالية بالنسبة للدائنين. الشروط الثانية واللي مهمة جدا بموضوع إفلاس الشركات أنه نحن بالشركات في عنا دفاتر تجارية، الدفاتر التجارية لازم تكون موجودة وتكون صحيحة وتكون مدققة وتقدم للمحكمة وما يكون فيها أي تدليس وأي غش، وإلا الشخص اللي تقدم لشهر إفلاسه ممكن يتعرض لعقوبة جزائية. إنزين بالنسبة لموضوع الإعسار، شو هي أحكام العقوبات للمعسرين؟ هلا الشخص اللي بيكون معسر ودلس على المحكمة بأوراق غير سليمة أو حاول يشهر إعساره عشان يتهرب من السداد، في عنده مدة حبس بتتراوح لسنة تقريبا، وفي غرامات بين 10,000 ل100,000 درهم. هذه بالنسبة للإعسار. للإعسار للمفلس كشركة. المفلس وضعه أسوأ، لأنه إذا كمان حاول إنه يفلس شركته عشان ما يسدد لباقي الشركات أو لباقي الأفراد اللي دائنين له، ممكن يتعرض لحبس مدة بين 2 إلى 5 سنوات، وطبعاً بترتفع وقت العقوبات بين 100,000 لتقريباً 200,000. إذن متى يسقط تنفيذ قانون الإعسار؟
مجرد ما يصدر حكم من المحكمة بانتهاء إجراءات الإعسار، حكم منهي للإعسار والتصفية، أو في حال اكتشفت المحكمة أنه أموال المدين قادرة على سداد ديونه، بتقول له روح ما في داعي لحتى نشهر إعسارك، تفضل امشي من عنا. هدول الحالتين. وبالنسبة للإفلاس؟ بالنسبة للإفلاس نفس الوضع، بعد ما يوضع مأمور التفليس للتقرير تبعه ويتسددوا ديون الدائنين كاملة، تصدر المحكمة حكم نهائي وينتهي الموضوع. طبعا نحن نتمنى للكل يعني الامورهم تتيسر وما يدخلون لا في العسار ولا في الافلاس ان شاء الله. في نقطة ايضا، ولكن على فكره بس خليني اضيف نقطه كثير مهمه. موضوع الافلاس وموضوع العسار هو موضوع تسهيل على المدين، لانه الشخص بدل ما يدخل سجون يتعرض لمساءلات قانونيه عاليه جدا، يشهر بيطلب يعني انا النقطه اللي كثير حبيت اوضحها بالبدايه هي حمايه قانونيه للمدين. يعني هو عم يجي عم بيقر انه انا وضعي المالي ما عاد يسمح استمر. صح. فعلا في نقطه ذكرتيها، واللي هي لما المحكمه طلع قرار انه خلاص هذا الشخص منهي من الاعسار في حال ما سدد الديون، متى المحكمه تتخذ هذه النقطه؟ مجرد ما انتهت اجراءات الخبير وتقدم له هو بتقرير، وافقوا كل الدائنين على هذا التقرير، بيصدر حكم محكمه منهي للخصومه. أكيد يعني قانون مثل ما قلتي أنت في حماية أكثر من ما هو تشديد، وفعلا قانون مهم جدا، ولعل العديد من المتعسرين والمفلسين حاليا بعد أزمة كورونا، يعني في خلال أزمة كورونا أكيد. فالإمارات موفقة دائما في قراراتها القانونية. كل الشكر لك الأستاذة والمستشارة القانونية جسلين خير الله على تواجدك ويانا اليوم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم. كاملين وياكم مشاهدينا في مساء الإمارات، ولكن بعد هذا الفاصل السريع خلكم ويانا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد. انعكست تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على معظم الأسواق العربية، بحيث شهدت تلك الأسواق بعد 3 أسابيع من الحرب ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية وغيرها، بداية من مصر إلى لبنان والعراق وإلى السودان، حيث شهدت السوق السودانية إرباكا بعد انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حتى أن بعض التجار توقفوا عن البيع. أكيد، وهني تطلع لنا عدة تساؤلات. ماذا ينتظر مستهلك الغذاء العربي؟ وهل ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء المحلية مرتبط بالحرب أم هي أزمة عابرة؟ أم أن الأبواب مفتوحة على احتمالات نقص السلع بعد موجات الغلاء؟ نظر على أسعار السلع وبداية من مصر في هذا التقرير. تواجه معظم الأسواق العربية موجة غلاء أسعار المواد الغذائية تبعتها مواد البناء، وبحسب الخبراء فإن موجة الغلاء هي إحدى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فغلاء سلعة استراتيجية مثل القمح ينعكس سلباً على معظم السلع، حيث قد أدى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر إلى موجة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بتدخل حكومي، وحمل مغردون المسؤولية لتجار يستغلون الأزمة من خلال رفع الأسعار واحتكار معظم السلع، وإلى الأفراد الذين يعملون على شراء وتخزين المواد الغذائية بكميات كبيرة. ولم يقتصر ارتفاع الأسعار في مصر على القمح فقط الذي تسبب بزيادة سعر الخبز، فشملت الزيادة أسعار الزيوت والحديد واللحوم. ارتفاع أسعار المواد الغذائية يجتاح أسواقاً عربية مثل السوق اللبنانية والسوق السودانية والعراقية وغيرها. و
وللحديث الحديث عن ارتفاع أسعار السلع في الأسابيع الأخيرة، يسعدنا استضافة المحلل الاقتصادي الأستاذ نضال أبو زكي. يا هلا مرحبا بك. يا مرحبا سعى نورت. وعبر خدمة زوم من القاهرة مدير تحرير البوابة نيوز الأستاذ أيمن نور. حياك الله أستاذ أيمن. مساء الخير أستاذ أيمن أنور، يعطيك العافية. نبدأ معاك الأستاذ نضال، يعني بعد 3 أسابيع من الحرب الأوكرانية، كيف استقبلت الأسواق العربية؟ لا شك أنه يعني تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية يعني بدأنا نتلمس تداعياتها الحالية بغلاء أسعار المنتجات الغذائية وتأثيرها على الأمن الغذائي في العالم العربي. يعني الاقتصاد العربي خصوصا الدول غير مصدرة للنفط، يعني غير دول الخليج، ابتدأت تتعافى بعد أزمة كورونا ومشاكل سلسلة الإمداد والتوريد وغلاء أسعار الشحن، حتى اجت الأزمة الأوكرانية لتعمل شوك سلبي للاقتصاد العربي. و يعني تبين لنا بعد الأزمة أنه يعني معظم صادرات أو واردات العالم العربي من القمح والحبوب هي أصلاً عم تجي من روسيا وأوكرانيا. يعني حوالي هي روسيا وأوكرانيا تصدر حوالي 30% من الإنتاج العالمي من الحبوب والقمح، فبدأت تداعياتها على أوروبا وعلى العالم العربي بنفس الوقت. وأعتقد أنه بعض الاقتصاديات العربية مثل مصر ولبنان وسوريا والعراق والسودان بدأت يعني التداعيات تظهر بغلاء الأسعار والتضخم ويعني فقدان بعض المنتجات من الأسواق. فلا شك أن هذا التداعيات يعني إذا استمرت الحرب ستكون مؤلمة على الأمن الغذائي للمنطقة. فعلا، شو هي أكثر الأسواق تضررا برأيك؟ اعتقد ان الدول النفطيه يعني بسبب ارتفاع اسعار النفط يعني ل 120 دولار استطاعت تعويض يعني الغلاء وتحسين ميزانياتها، لكن الدول العربيه غير المنتجه للنفط يعني والاكثر استهلاكا هي التي كانت عرضه ل يعني لهذا الغلاء. اليوم مثلا دولة مثل مصر بتستورد معظم احتياجاتها من القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا، ونفس الشيء لبنان، فالتداعيات رح تكون كبيرة، غلاء للأسعار مستمر، تضخم في الأسعار، فقدان بعض المواد الغذائية، لخبطة في عملية توريد المنتجات. يعني كمان في الأزمات هذه هي يعني جزء منها داخلي جزء منها خارجي. في أزمات داخلية مثل أزمة الاقتصاد بلبنان سوريا والعراق والسودان، وفي منها خارجي بسبب تداعيات الحرب. فإجت الحرب يعني لتزيد الأزمة اللي أصلا كانت موجودة بموضوع الأمن الغذائي وغلاء الأسعار والتضخم. نعم أستاذ نضال، نحن مستمرين وياك. ننتقل لسؤال للأستاذ أيمن نور. نرحب بك من جديد أستاذ أيمن أنور. عفوا أيمن أنور، يعطيك العافية. معانا؟ الله يخليك، أهلا بك. مع حضرتك فندم. أستاذ أيمن، يعني أسعار السلع الأساسية تواصل الارتفاع في السوق المصرية، شو نسبة الارتفاع؟ يعني والله الارتفاع تراوح من سلع الأخرى، يعني في بعض السلع زادت بنسبة 15% وفي بعض السلع زادت وصلت زيادتها حوالي 40%. طبعا يأتي في مقدمة الزيادات أسعار السلع الغذائية الأساسية زي السكر زي اللحوم زي الأرز زي الصناعات المعتمدة على الأقماح عموما. طن القمح زاد بحدود من 9000 جنيه وصل ل 12000 جنيه. أسعار المنتجات التعليمية برضو زادت بنسبة حوالي 15%. أسعار الحديد زادت، كل يعني تقريبا أغلب المنتجات زادت بنسب تتراوح ما بين 15% ل 40%. فعلا زين أستاذ، أكمل أثرت بشكل كبير على الأسعار بصفة عامة، نظرا لأن تكلفة الشحن وتكلفة النقل والتأمين على الشحن البحري عموما زاد بشكل كبير.
ده برضو أدى إلى أنه مصر خلال الفترة اللي فاتت لغت مناقصات عالمية، لغت مناقصتين للقمح، بحيث أنه لغاية بسبب زيادة الأسعار لغاية ما إيه توصل زيادة الأسعار لغاية ما توصل الأسعار بشكل مستقر وبشكل متوازن. نحن عارفين طبعاً أنه موسم القمح في مصر هيبدأ الشهر اللي جاي، فده مش هيعمل أزمة داخلية لكن في بتوافر السلع والمنتجات، لكن ما زالت الزيادة مستمرة فعلاً. إذا شو مدى الانعكاس؟ الغريب في الأمر أكمل أستاذ، لأن الصوت يقطع شوي عندنا. الغريب في الأمر إنه الحرب الروسية الأوكرانية هتخلي العالم يواجه ظاهرة غريبة من نوعها شوية، أو ظاهرة صعبة شوية، هيواجه ظاهرة الركود التضخمي، بمعنى إنه الأسعار بتزيد وفي نفس الوقت ما فيش بيع أو شراء، يعني البيع والشراء في ركود مستمر، فدي هتخلي الوضع الاقتصادي العالمي صعب للغاية. ده نقدر نقول بكده يعني إنه الحرب مش روسية أوكرانية، ده حرب عالمية، حرب شملت العالم كله، دخلت كل دول العالم، كل الدول العربية وكل الدول الأوروبية وبما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية وأغلب الدول، لأنه المشكلة في روسيا وأوكرانيا عموماً رغم إنه روسيا اقتصادها ضعيف إنما استراتيجي. نعم. بمعنى إيه؟ إنه أغلب اقتصادها بيعتمد على السلع الأولية والمواد الخام والحبوب والحاجات الأساسية، حاجات نقصها أو مواد نقصها بتأثر على صناعات كتير، فده خلى العالم كله يئن، وارتفاع الأسعار ضرب أغلب الأسواق العالمية. نعم فعلا. إذا أستاذ، شو هي أكثر السلع ارتفاعا في الأيام الأخيرة بين كل السلع اللي ذكرت ارتفاعها؟ يعني زي مثلا الحديد عشان كنا بنستورد من السوق الأوكراني، القمح زاد بشكل كبير، اللحوم زادت، السكر زاد، أغلب الأسعار يعني أغلب السلع المواد الغذائية زادت بشكل كبير يعني. نعم. أستاذ أيمن، نحن مستمرين وياك وننتقل لسؤال الأستاذ نضال. أستاذ، شو مدى تأثر المستهلك اللبناني بهذا الموضوع؟ والاقتصاد اللبناني كان يعاني من سلسلة مشاكل هيكلية في بنية الاقتصاد، ابتدأت يعني تظهر بتشرين عام 2019 عند بداية الاضطرابات بلبنان، واجت أزمة كورونا زادت مأساة الاقتصاد اللبناني وسببت إرباك بهيكل الاقتصاد وأزمة البنوك، ثم انفجار مرفأ بيروت وتدمير إهراءات القمح، فقد الشعب اللبناني يعني مصدر المخزون الاستراتيجي لسلعة القمح يعني. فالتداعيات حاليا هي مضاعفة، فأجت الأزمة الأوكرانية الروسية، انكشف الأمن الغذائي اللبناني، اليوم حوالي 75% من واردات لبنان من القمح بتجي من أوكرانيا بالإضافة للحديد والحبوب الأخرى، فهذه كلها بتأثر بالإضافة للعقوبات على روسيا اللي خلت يعني عملية التجارة مع روسيا صعبة شوي هالأيام، فكل هذه أسهمت بتداعيات يعني أكثر المحللين تفاؤلاً بيقولوا إنه نحن متجهين لتضخم تراكمي، يعني تضخم stagflation اللي هو stagnation مع inflation اللي هو ركود اقتصادي مع تضخم كبير، فهذا بيؤدي لخلل بالتجارة، بالاقتصاد، بالتسعير. فعندنا مشكلة بنيوية بالاقتصاد اللبناني. بالنسبة لنقطة السلع، يعني ذكرت أن لبنان لها صادرات كبيرة لنقطة القمح أو لمخزون القمح من أوكرانيا وروسيا،
في الأسابيع الثلاثة الماضية، خلنا نحدد يعني في هذه الفترة اللي طافت، شو أكثر السلع اللي ارتفعت عندكم؟ أول شيء غلاء أسعار النفط أثر على يعني تكاليف الشحن، فارتفعت أسعار الوقود البترول، القمح، المنتجات الغذائية، كل السلع تقريبا، بالإضافة للأعلاف الحيوانية، بالإضافة ل يعني تقريبا معظم السلع. فهو يعني الأزمة اللبنانية كانت موجودة، واجت موضوع الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد الطين بلي. وفعلا يعني في مخاوف شديدة انه اذا استمرت الحرب هذه انه تؤدي لخلل بالأمن الغذائي بلبنان. اليوم حاليا لبنان دولة عم تطلب مساعدات من الخارج وعم بيجي نوع من المساعدات، لكن هذا موضوع غير مستدام في ظل غياب كمان خطة استراتيجية للدولة للحكومة اللبنانية لإنقاذ الاقتصاد. فالاقتصاد في الحضيض، والمشكلة أنه الحكومة في وضع مشلول وغير قادرة على اجتراح حل للاقتصاد اللبناني حاليا. طيب أستاذ أيمن، نرجع لك. مغردون على مواقع التواصل يحملون التجار مسؤولية احتكار بعض السلع، شو مدى تأثير هذا الاحتكار خصوصا على الأسعار؟ بطبيعة الحال أنه عمليات الاحتكار أو احتكار السلع بصفة عامة بيساهم في زيادة الأسعار وحجبها عن المستهلكين. ده بيستلزم أنه الجهات الرقابية لازم تشدد الرقابة خلال الفترة اللي جاية، لازم الحكومة تقوم بدورها كما يجب، تمنع الممارسات الاحتكارية، تراقب التجار، تراقب الأسعار، تلزم التجار بإعلان أسعارهم، أسعار السلع بإعلان تسعيرتهم على السلع والمنتجات، تعمل نظام صادر أو وارد للسلع اللي داخل المحل التجاري أو المنشأة التجارية، صادر أو وارد، بحيث أنها تعرف البضائع اللي تم تخزينها من اللي مطروحة في السوق أو اللي أخذوها المستهلكين. لازم يعني يبقى في نوع من الرقابة تساهم بشكل كبير جدا في توفير السلع للمستهلكين في السوق. فعلا سيد. إنزين، على الجانب الآخر، حمل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا بعض التجار المواطنين ممن يشترون السلع ويخزنوها عندهم، هل هذا فعلا ساهم في ارتفاع الأسعار؟ هو بعض المواطنين فعلا فعل هذا الأمر، بس ما ظنيش إنه ده هو أصلا بيعملوا كده، بيحاولوا بقدر الإمكان يتغلبوا على ظاهرة ارتفاع الأسعار، بمعنى إنه اللي عنده فلوس أو عنده سيولة بيحولها لبضائع ومنتجات، وما ظنيش إنه ده هتأثر على ارتفاع أو تساهم في ارتفاع الأسعار، إلا إذا كان في بعض التجار محتكرين أو عمالين يخزنوا السلع أو بيعطشوا السوق. إنما اللي خد سلع عشان يستهلكها أو يكفي احتياجات منزله أو أسرته، دي ما ظنيش إنها هتساهم بدرجة كبيرة. يعني ما هو خلاص الفلوس بتاعته أو السيولة بتاعته اشترى بيها سلع، مش هيشتري تاني الشهر اللي جاي، فبالتالي مش هيحصل أزمة استهلاكه زي ما هو. بل بالعكس، ده ارتفاع الأسعار ده هيقلل استهلاك السلع والمنتجات عموما. يعني صح، تأكيدا لسؤال حضرتك، يعني انه لو التجار قاموا بحاجة زي كده انهم خزنوا كميات كبيرة وحجبوه عن السوق، ده ممكن يساهم في تعطيش السوق ويساهم في ارتفاع الأسعار. لكن اعتقد انه تصرفات المواطنين، يعني ما حدش، يعني لو واحد جاب احتياجات الشهر اللي جاي او احتياجات الاسبوع اللي جاي مش هتأثر، ما هو الشهر اللي جاي اول ما السلع هتزيد الأسعار مش هترتفع. ثانيا، موجة ارتفاع الأسعار دي موجة عالمية، يعني ما فوق قدرات المستهلكين عموما، يعني أو فوق قدرات المواطنين، المواطن هيعلم بها آخر الأمر. يعني نرجع للأستاذ نضال، يعني شو قدرة الاقتصاد اللبناني إنهم يتعايشون مع هذا الوضع؟ هل هم قادرين إن يعني يتعاملون مع هذه الأزمة؟ نحن يوجد في لبنان يعني حاليا تضخم كبير جدا، يعني التضخم العالمي كان يتوقع بال 2022 قبل الأزمة الروسية الأوكرانية حوالي 7% التضخم العالمي، لكن ممكن يكون بلا سقف إذا استمرت الحرب.
فكيف باقتصاد اصلا منهك مثل الاقتصاد اللبناني؟ يعني هو وصل لمرحله المشاكل بال 2019 قبل ازمه كورونا، اجت ازمه كورونا كمان اعطته ضربه ثاني، واجت الازمه الروسيه الاوكرانيه كمان زادت الموضوع. بالنسبه للاقتصاد اللبناني اعتقد انه هو في خلل داخلي قبل الازمه الاوكرانيه الروسيه، واجت الأزمة هذه لتزيد الموضوع. بالنسبة للأزمة الداخلية، هو الاقتصاد اللبناني أصلاً اقتصاد ريعي يعتمد على الخدمات. نحن ما عندنا قطاع إنتاجي ضخم، بلد بيستورد معظم احتياجاته من الخارج. على الوضع أنه بعد 2019 يعني انتهى تقريباً السوق السلع الفاخرة، يعني قل السوق وصار تركيز الناس على السلع الأساسية مثل خبز وطحين وحبوب. فالمشكلة بالأزمة الحالية هو أنه عم تمس يعني لقمة العيش للإنسان. فهي هذه يعني أعتقد أن هي دخل موضوع بمرحلة خطرة، لأنه صحيح الأزمة 2019 إجت، لكن يعني هي مست تقريبا السلع الفاخرة، بقي الدعم الحكومي على السلع الأساسية، لكن مع يعني إزالة الدعم الحكومي بالتدريج وصولا للوضع هذا، فكان أصلا الاقتصاد منهك. إجت الأزمة الروسية الأوكرانية فضربت كل القطاعات تقريبا. والمشكلة بلبنان أنه ما عندنا نحن مخزون استراتيجي، فهو بلد منكشف. يعني اليوم بمصر مثلا عندهم الاحتياط يبقى بين 4 و6 شهور، بلبنان عندنا الاحتياط تقريبا حوالي شهر من القمح والمواد الأساسية. عندنا مشكلة الحديد، لأن نحن بشكل عام استيرادنا من روسيا وأوكرانيا حوالي 500 مليار دولار في السنة. فهذا طبعا رح يتعرض للتأثير، وأعتقد أنه بدأت الحكومة اللبنانية تبحث عن مصادر بديلة، علما أنه المصادر البديلة رح تكون صعبة، لأنه في دول كثيرة بدأت إجراءات حمائية، مثل مصر منعت تصدير بعض الحبوب، الجزائر منعت تصدير السلع الأساسية، وحتى لبنان يعني مع أنه بصغر حجم الاقتصاد، الحكومة عم تفرض قيود على تصدير المنتجات الغذائية لتأمين يعني الحد الأدنى من الحماية للاقتصاد اللبناني. فعلاً. إنزين، في حال استمرت الحرب، كمحلل اقتصادي برأيك كيف أو شو الإجراء اللي لازم يتخذ عشان وقف ارتفاع الأسعار؟ أول شيء بدك خطة اقتصاد، وهذا بتعذر يعني بالوضع الحالي بسبب الخلافات يعني بالوسط الحكومة اللبنانية، إنه ما في قرار موحد. يعني هو قرار اقتصاد ترقيعي، عم بيصير في نوع من الترقيع وتأجيل الحلول. فأعتقد إنه نحن أمام أزمة مستعصية في الاقتصاد اللبناني إذا استمر الموضوع هذا، قد يؤثر حتى على الأمن الغذائي للمواطن، وحتى على يعني وجود السلع الأساسية بالسوق. غير أنه نحن دخلنا بنفق مظلم، بشكل أنه يعني صار التضخم بطريقة فنزويلا، يعني بطريقة عشوائية، فما في ضوابط للتضخم. والشيء الثاني أنه كمان الرقابة الحكومية على التجار وجشع التجار قليل، فهو هذا يعني اعتقد انه المواطن دخل بدوامي، ما يعني مش عارفين كيف بلبنان يعني يتم الخروج منها، لانه هي ازمات داخليه متراكمه، اجتها ازمات خارجيه اللي هي كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه. فاعتقد انه الموضوع يعني دخل بتضخم عشوائي وبتحلل للاقتصاد بكافة تفاصيله، خصوصاً أنه اليوم بعدم وجود كهرباء، بعدم وجود أساسيات، صحيح. مشكلة بالتنقل، مشكلة بأسعار البترول، فكل هذا رح يعني بتصور أنه رح ندخل بمجموعة من الأزمات المتلاحقة. فعلاً. أستاذ نضال، نحن مستمرين وياك، ننتقل لسؤال الأستاذ أيمن. أستاذ أيمن، كيف تشوف تزامن ارتفاع الأسعار في السوق المصرية بالتزامن مع أسواق عربية عديدة؟ طبيعة الحال إنها أزمة عالمية، وكل الأسواق الدول العربية بتعاني منها، وده يخلينا نعيد النظر في الأسواق العربية ونعرف ونقدر نعمل تكامل اقتصادي ما بين الدول العربية
نقدر نشوف الدول اللي عندها ثروات زراعية مثل السودان، إنه أغلب الدول العربية تستثمر فيها وتستصلح الأراضي السودانية بحيث إنها تبقى خطة طويلة الأمد، إن إحنا ما نتعرضش لنفس الموقف اللي تعرضنا له دلوقتي، إنه أغلب استيرادنا حبوب ومنتجات غذائية من سواء من روسيا أو من الدول الخارجية عموماً. يعني نعمل استراتيجية تكامل اقتصادي غذائي عربي، وده متاح، يعني ده متوفر، يعني في أراضي خصبة جدا في السودان والدول العربية وأغلب الدول، في برضو استثمار أموال في يعني الدول اللي عندها أموال تستثمر في دولة زي السودان، تستثمر استثمار زراعي. مصر برضو تعيد هيكلة اقتصادها الزراعي عموما. برضو احنا محتاجين ان احنا نعمل استراتيجية تجارية متكاملة. بمعنى ايه؟ انه نستورد مثلا، اللي يستورد لمصر ما ممكن يستورد لباقي الدول العربية، بحيث انه انت تقلل، تاخد بتكلفة قليلة وتشحن بشحن قليل، وفي نفس الوقت تاخد بأسعار زهيدة أقل من المعتاد. يعني اللي هيستورد لدولة أو هيستورد لخمستاشر دولة غير اللي هيستورد لدولة واحدة. دي حاجة. الحاجة التانية إن إحنا محتاجين إن إحنا نهتم باللوجستيات. بمعنى إيه؟ إن إحنا نقلل الفاقد سواء في التجارة أو في الزراعة أو في الصناعة أو في كل مكان، نقلل الفاقد على قدر الإمكان. يعني الفاقد ده مهم جدا، يمثل حوالي 15 أو 20% ممكن يبقى فاقد في الأراضي الزراعية، فاقد في الشحنات التجارية، فاقد في حاجات كتير. في نفس الوقت برضو نهتم بالمتاجر الكبيرة، الهاي ماركت أو الهايبر ماركت. بمعنى إيه؟ إنه نقلل حلقات تداول السلعة ما بين المنتج للمستهلك. ده أولا هيقلل التكلفة، هيمنع تسرب اي منتجات تخرج بره او يساء استخدامها او غير مستغله على الاطلاق او ممكن تفسد او حاجه زي كده. في نفس الوقت هيمنع ارتفاع الاسعار اللي احنا شايفينه دلوقتي، انه في بعض السلع بتزيد 40% 50% 100% بسبب انه التاجر بيتصرف بمزاجه. التاجر الصغير ده بيتصرف بمزاجه، إنما الهايبر ماركت ده بيبقى مرتبط بحسابات، مرتبط برقابة حكومية، مرتبط بحاجات كتير، وفي نفس الوقت مش مضطر إن هو زود في الأسعار، لأنه المنتج بتاعه بيجيله يا إما من المستورد يا إما من المصنع، أو ممكن يكون مصنع عالمي كمان، يعني مصنع بره وبيصدر لسلاسل كبيرة يعني. فلا، احنا استراتيجيتنا الزراعية والتجارية والصناعية محتاجة لإعادة هيكلة، ومحتاجة لترتيب أوضاع بحيث ان احنا ممكن نستغل الأزمة الراهنة دي. يعني دايما في كل حرب أو في كل أزمة بيبقى في مستفيد وفي خاسر، فنحاول بقدر الإمكان ان احنا نبقى مستفيدين. فعلا استاذ ايمن. زين، شو هي توقعاتك للاسعار في ظل استمرار الحرب؟ وكمحلل اقتصادي شو تشوف الحل الانسب مثلا لوقف ارتفاع الاسعار؟ هو لا شك انه ارتفاع الاسعار طالما الحرب مستمره فهو يستمر. المشكله كمان انه الحرب دي لو قاعدتها توسعت، لو ايه بقت زي ما انا قلت قبل كده في مقال ليا، بقت حرب بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، ده هيصعد اسعار النفط، اسعار الغاز في دوله زي المانيا اقتصادها متوقف تماما على الغاز الروسي، ولسه السنه اللي فاتت عامله خط لتوصيل الغاز الروسي بمليار دولار. دي كلها تمثل خسائر بالنسبة لها. في نفس الوقت استمرار الحرب هيمنع الدول الصناعية من استيراد المواد الأولية، فده هيخلي السلع شحة في السوق، وفي نفس الوقت هيزود تكلفة الإنتاج، وبرضه هيساهم في ارتفاع الأسعار.
فأعتقد أن الحل الوحيد أنه زي الدول العربية مثلا تعيد استراتيجية تجارتها وصناعتها وزراعتها وتستثمر في الدول المتاح فيها الاستثمار. نعم نعم. طيب السؤال موجه لأستاذ نضال مع الاستوديو. أستاذ نضال، هل ارتفاع أسعار النفط راح يخفض من توقعات النتاج المحلي لعدد من الاقتصاد العربي في هذا العام؟ الاقتصاد العربي مقسوم لجزئين، يعني الدول الخليجية النفطية اللي حتستفيد من ارتفاع أسعار النفط وحيتحسن اقتصادها وتزيد المداخيل، والدول العربية غير النفطية اللي هي رح تكون الأكثر تأثراً، لأنه اليوم ارتفاع أسعار النفط حيزيد التضخم، قلة المعروض من المواد الغذائية اللي عم تجي من روسيا وأوكرانيا حيزيد التضخم، وحالة عدم الاستقرار بالأسواق وانقطاع سلاسل التوريد supply chain definitely حتأثر على الاقتصاد العربي. فعندنا بعض الدول العربية اللي هي تقريبا يعني المشرق العربي وشمال أفريقيا أكيد رح يكون تأثيرات سلبية على الاقتصاد وعلى النمو الاقتصادي. دول الخليج أكيد فيها تضخم لأنه يعني في تضخم عالمي وهذا رح يزيد أسعار السلع عالميا، وهذه مشكلة عامة. يعني كانت توقعات قبل الأزمة الروسية الأوكرانية حوالي 7% تضخم العالمي، اليوم ما في سقف للتضخم حسب ما يكون في حسب استمرارية الحرب أو إنهائها. اليوم الاقتصاد الأمريكي بيعاني من أعلى نسبة تضخم من 40 سنة، وأعتقد أنه الموضوع مفتوح على كثير من الاحتمالات. لا شك أنه في نقص بالمعروض الغذائي، ولا شك أنه الدول بدأت تتخذ إجراءات حمائية لحماية منتجاتها، هذا بيرفع أسعار السلع، فهذا definitely بيأثر على العالم العربي لأنه إحنا بالنهاية دول مستهلكة لعديد من السلع، فرح يرفع أسعار السلع، وهذا طبعا رح يزيد يعني من المشاكل الاقتصادية في بعض الدول خصوصا اللي حكينا عنها غير منتجي النفط. وبكل الحالات إذا يعني التوقعات إذا استمرت الأزمة فترة طويلة حيصير في تضخم عالمي، حيصير في مشاكل بالأمن الغذائي عالميا، وحتصير في تبعات ومشاكل حتى بالدول الأوروبية اللي هي يعني رح تكون الأكثر تضررا من الدول العربية. نحن عندنا الدول العربية في تضرر، لكن الدول الأوروبية حتكون أكثر تضرر. نحن نأمل دائما إن شاء الله أن هالمشاكل توقف ووقف يعني غلاء الأسعار في الأوطان العربية وأيضا في كل العالم، وإن شاء الله الله يعدي هالأزمة على خير على لبنان ومصر وأيضا جميع الدول العربية والعالم كله. كل الشكر لك الأستاذ نضال أبو زكي على تواجدك ويانا اليوم. شكرا. وأيضا كل الشكر لك أستاذ أيمن أنور على تواجدك ويانا اليوم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ونرجع مرة ثانية إلى عالم إكسبو 2020 دبي، وتحديدا في الجناح الألماني في إكسبو 2020 دبي، مكان للبحث والمعرفة والالتقاء. نتابع عنه تفاصيل أوفى في هذا الفيديو. تكلفة المبنى 58 مليون يورو ومساحته 4600 متر مربع والتصميم بشكل جامع. حياكم الله في الجناح الألماني. A lot of questions. How will we generate our energy in the future? How will we protect the biodiversity? Woo!
بعد ما تخلص المحاضرة التعريفية البسيطة توصل لهذا المكان اللي فيه 100,000 كورة من ألمانيا إلى الإمارات، وكل كورة تتكلم عن موضوع بالمحافظة على البيئة وعلى الكوكب من ناحية الاستدامة. أول شيء البطاقة تتعرف عليك، بعدها تحط الكورة تعطيك معلومة، بعد ما تأخذ المعلومات تعالوا معاي نكمل جولتنا. نحن موجودين في مختبر الطاقة، كيف ممكن البشرية تساهم في الحفاظ على الكرة الأرضية بالاختراعات والابتكارات؟ البحار مليئة بالطاقة بسبة حركتها المستمرة. على سبيل المثال هذا الجهاز اللي ينتج الطاقة الكهربائية باستمرار بسبب حركة موج البحر. بشكل عام في إنتاج الطاقة البشر ينتجون طاقة أكثر عن احتياجهم، سواء عن طريق البحر أو عن طريق الهواء أو عن طريق الطاقة الشمسية، فيدورون أماكن يحافظون فيها على الطاقة، مثل حجر الكلز هذا يخزنون فيه الطاقة، مجرد ما يحتاج الطاقة بيحولها لطاقة كهربائية، يغذي الحجر بالماء وبعدها ينتج البخار وبعدها يستفيد من الطاقة. بسبب تزايد البشرية بشكل عام في هذا المكان يعطونك كيف تسكنون بعد 80 سنة والرفاهية والراحة. على سبيل المثال في هذا المكان طول المبنى والأسانسير يشلك من عند المترو يوديك لمكتبك أو يوديك لسكن، والعشاق المزارع كذلك الأشياء هذه موجودة صارت عندهم في البيت، يعني ما حتحتاج عنا تروح مزرعتك، تبى تزرع اللي يناسبك، وأسانسير وإضاءة جميلة. انتهينا من التقرير هذا وجولتنا الجامعية الجميلة وتخرجنا في هذه القاعة، أتمنى تزورون هذا الجناح وتستمتعون وتتعلمون وكذلك تستفيدون. يعطيه العافية يوسف، وفعلا فعلاً جناح جميل يتسم بالتفاؤل والتوجه نحو المستقبل. فعلا أكيد جناح يحرص على الاستدامة، بما أنه واقع في منطقة الاستدامة في عالم إكسبو 2020 دبي، وأكيد تستفيد منه كل العقول لأن إكسبو 2020 دبي حيث تواصل العقول وصنع المستقبل. أكيد. كل الشكر للزميل يوسف الكعبي، وكل الشكر لكم أنتم مشاهدينا على مشاهدتكم لحلقة مساء الإمارات لليوم، وانتظرونا باكر على نفس الموعد وداعة الله. شكرا على حسن المتابعة وتصبحون على ألف خير.